عشقتك يا وطن مو عشق باقي الناس، عشقتك يا وطن مو عشق باقي الناس، حب عذل وغرام وعاطفة ولهفة، أحبك أحبك حب أسير فارق ومحتار، شوق الناس كلها بقلبي ما كفى، مثل قصة زليخة ويوسف الصديق، يا أترف وطن يا منبع العفة، معترفة بمحبتك أنا ظل للموت، معترفة بمحبتك أنا ظل للموت، أخذ قلبي لحضرتك يا وطن حلفة، حبك أهم نقطة بعمري يا أبو الطيب، حبك أهم نقطة بعمري يا أبو الطيب، حبك بي ثابت ما حد يحذفه، ما يشفى أبد قلبي بغيابك دوم، ما يشفى أبد قلبي بغيابك دوم، منه سكراب أرضك كل جرح يشفى، ما تطفى أبد شمسك تنور الكون، ما تطفى أبد شمسك تنور الكون، كل الكون يطفى وأنت ما تطفى، يا تحفة الباري يا جمال الكون، يا تحفة الباري يا جمال الكون، رب الكون حقك صورك تحفة، رب الكون حقك صورك تحفة. أعزائي المشاهدين، نجدد اللقاء بكم في طيبة أهلنا، وخلونا اليوم وياكم نحكي باللهجة العامية، لأن الأوجاع والآهات ما تتحمل من عندنا إلا نتحدث بهذه اللغة. اللي يحدث ببلدنا عزيزي المشاهد أشياء ما تصدق، يعني من أزمة خانقة إلى أزمة أبلغ وأقسى، واليوم بلدنا يعاني قضية الموت والقتل والاختيالات، يعني مو بس فقدان خدمات وزيادة معاناة المواطن العراقي، هاي المرة حالات القتل تزداد يومية، لا والله كل ساعة نسمع أنباء جديدة عن اختيالات شخصية، شيوخ عشائر وعوائل بريئة ما لها أي ذنب سوى أنهم عراقيون. تعرفون برنامجنا طيبة أهلنا هو تكافل اجتماعي، نحاول من خلاله أن نحقق للفقراء مساحة من العون والأمل وهم يستحقونها بسبب الحياة اللي يعيشوها والحاجة والعوز والمرض، وإحنا لما ندعو المتمكنين مادياً من المسؤولين ورجال الأعمال وأغنياء، فنحن هدفنا أن يساهمون من خلال نافذتنا في برنامج طيبة أهلنا لإعانة الفقراء، ولكن للأمانة نقول أن هناك عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين من يسمعون أنه بالبرنامج فقراء وتبرع يتهربون، والمشكلة عزيزي المشاهد البرلمانيين والمسؤولين راتبهم زين، مخصصاتهم هواية، نحتاج منهم فقط أنه يحضرون ويتبرعون مبلغ قليل من راتبهم لشهر واحد، أو من توصل معونة بسيطة للفقراء والمساكين يبدأ الاعتذار. فليش يا بعض المسؤولين ويا نواب، يعني شي يصير لو كل واحد منكم يساعد عائلة فقيرة، والله مبلغ صغير وبجزء من راتبكم لشهر واحد، ما راح يصير شي، والله ما راح يصير شيء. نحن عندنا أسماء من المسؤولين والنواب اللي اعتذروا وقالوا الراتب والله ما يكفينا، أنا أقول لا، الراتب يكفيكم، وهذول الناس هم اللي انتخبوكم وهم اللي صعدوكم على الكراسي، ولو ما هم ما تكونون داخل قبة البرلمان أو في مكان المسؤولية. تعالوا ياي امشوا أنا دليك، تعالوا ياي امشوا أنا دليك، تعال نمر على بيوت اليتامى، تعالوا خل شوفك حيرة أطفال عليهم هزم صور سامة، هنا طفل يتيم وجاس الضيم، الفقر فوق الوجه راسم علامة، وتسأل هم جعت ومجرب الجوع، وذا جوعان ليلك هم تنامه،
تسأل هم جعت ومجرب الجوع، وذا جوعان ليلك هم تنامه، تشوف أطفال عدهم حيرة كبار، رسمنا أحلامنا بجنح الحمامة، جمعنا الفقر من كل البيوت، وبد ما عافنا نعيش بسلامة، إذا أعمى قلب والنظر به إشكال، جيبوا ياك زرقاء اليمامة، جيبوا ياك زرقاء اليمامة. أعزائي المشاهدين، في حلقاتنا حالات إنسانية نحس بالوجع من نحكي عنها، وبالذات لما تكون عن طفل أو طفلة تشكو من مرض معين صعب علاجها، هي وعائلتها يعانون وما عندهم الإمكانية لمعالجة أبنائهم. أعزائي المشاهدين، إحنا من نحكي على قضية مو قصدنا نتهم أحد أو نلوم أحد، ولكن حتى نصل إلى حلول ومعالجات. ومثل ما نلوم الحكومة ومجلس النواب في بعض القضايا، إحنا أيضا نلوم مجالس المحافظات اللي تمتلك موازنات وأموال وحكومات محلية، من الواجب عليها أن تعمل وتخدم المواطن وأن تحقق شيء في هاي الأموال، لأن المواطن بالمحافظات مسؤوليته الأولى تقع على عاتق الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وجهاتها ومؤسساتها، وعلى هاي الحكومات أن تقوم بدورها وتؤدي مسؤوليتها بأمانة. أعزائي المشاهدين، سيكون معنا بعد الفاصل ضيفنا الشيخ يحيى غازي للحديث عن الفقر وأوضاع المواطن ودور مجالس المحافظة أو الحكومات المحلية. خلي نتابع هذا اللقاء لكن بعد هذا الفاصل. ضيفي هذا اليوم يحيى غازي المحمدي، عضو مجلس محافظة الأنبار، رئيس لجنة التخطيط بالمحافظة. أهلا وسهلا بك في برنامج طيبة أهلنا. أهلا وسهلا بك، تشرفت بكم. خلينا نشاهد هذه الحالة ونبدأ حديثنا. رجلي مريضة أول شيء، لا عندي فلوس، هاي الناس كلها قاعد تساعد بي وأنا قاعد أبني، والله العظيم لا عندي مجاري بالبيت ولا عندي صندوق مال ماي بالبيت، كله من الناس، وخلف الله على الناس كلها مساعدتني هاي بالشارع، والله العظيم، ولا عندي راتب، لا عندي شيء، أي شيء ما عندي، والله العظيم. وهاي الغرفة هم هاي المطبخ بنوني إياه، هم جو ناس ساعدوني وشافوني بهاي الغرفة، بنوني إياه على أساس مطبخ 3 مترات، وإحنا 6 نفرات، إيه 6 نفرات إحنا قاعدين بهاي، وهاي الغراض، وهاي التلفزيون هسه بالغرفة صحيح، هاي التلفزيون هسه احترق وجايبته بالأقساط، وحتى فلس ما عنده يطل الناس، والله العظيم. قارنت الوضع بين الأمس واليوم، قارنت الوضع بين الأمس واليوم، بعد الحال هو وكوخ ضم نفسه، الواعدن بذهب ما شفت بس تراب، ومن يوصل للمنصب للأسف ينسى، الواعدن بذهب ما شفت بس تراب، ومن يوصل للمنصب للأسف ينسى، باشر عند صوت وأدري هم تعود، وبعد ما انخدع وتعلمت هسه، وراح ابقى بسفين الغربة اهون حيل، لان ضيم وعذاب وذلة بالمرسى، لان ضيم وعذاب وذلة بالمرسى،
سكن بقصور وانا اسكن حواسم وخزن قلبه من ظلمه حواسم خايف لا ترد ترجع حواسم وليالي الجوع هم ترد علي وليالي الجوع هم ترد علي. شاهدت معنا هذه العوائل وشاهدت أيضا العشوائيات اللي موجودة في محافظة الأنبار. نحن دائما في برنامجنا نتحدث الحكومة البرلمان، لكن هذا اليوم نحب نسلط الضوء على الحكومات المحلية، الحكومات اللي تخدم هذا المواطن العراقي. خلينا نتحدث، وأنت رئيس لجنة التخطيط بالأنبار، شلون نتحدث عن هاي العشوائيات؟ شلون نتحدث عن هذه الوضعية اللي موجودة في محافظة الأنبار؟ أكيد بالنسبة لهذه اللقطات اللي شفناها، بس أنا ما أعرفها بالضبط حقيقة هي في أي جزء من محافظة الأنبار. شيء أكيد موجود هكذا عشوائيات وهكذا يعني أماكن، ليس في محافظة الأنبار فقط وإنما في كل محافظات العراق. أكيد هذا الواقع مأساوي، أكيد يعني هذا لا يليق بالإنسان العراقي والإنسان بشكل عام. أكيد هاي الصورة حقيقة يعني تستحق الوقفة وتستحق التأمل وتستحق أن يعني نتكلم بهذا الموضوع. أستاذ، خلينا نتحدث بكل صراحة، يعني الآن أنت رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة، شنو الخطط مالتكم حتى نعيد هيئة هذه المحافظة الجميلة؟ يعني شاهد كم سنة، 10 سنين، والمواطن العراقي يعيش مثل ما شاهدت هذا المواطن، يتحدث لا كهرباء لا مجاري، الوضع الصحي، إلى متى يبقى المواطن ينتظر؟ هذا اليوم أنا أتحدث على الأنبار لأن حالاتي من محافظة الأنبار، لكن نحن نريد نضع المسؤولية هذا اليوم على الحكومة المحلية. الحكومة المحلية مسؤولة عن هذا الموضوع، عندها ميزانية وعندها تخصيصات، ما نريد تبقى الوضعية عشوائية والمواطن العراقي ظل يعاني. شيء أكيد طبعا محافظة الأنبار ومن خلال تقارير الأمم المتحدة يونامي هي من أفضل محافظات القطر على كافة القطاعات، سواء كان الصحي أو الاجتماعي أو التعليمي أو التربوي وكل القطاعات، هذه بشهادة الأمم المتحدة، ودقة تقارير الأمم المتحدة هي من يعني أدق الجهات اللي هي تأخذ استبيانات حول المحافظات. لا أقول إحنا في محافظتنا لا توجد هكذا حالات، نعم أكو هكذا حالات موجودة في محافظة الأنبار، ولكن لا يخفى على الجميع أنه العراق يعني خلال يعني فترة الحصار وبعد الاحتلال عانى ما عانى، وهذه التراكمات نتيجة، والآن هذه النتيجة أكيد هي أمام المسؤول. نحن في مجلس المحافظة وعند استلامنا للإدارة المحلية منذ حوالي 4 أشهر، هذه الصورة حقيقة واضحة لنا، والآن أنا في لجنة التخطيط والمتابعة بدأت يعني أجمع المعلومات وبدأت أشكل فريق للتواصل مع الدوائر ومع كافة الدوائر حقيقة ولكافة القطاعات، لأن أكيد مثل ما تفضلتي أنت، وهذه رؤية من رؤية وضع الخطة إلى متى نبقى إحنا هكذا. يعني 10 سنين المواطن العراقي والله مل، والله مل، وعود وعود وعود، نريد بالفعل خطط حقيقية وسريعة حتى ننقذ هذا المواطن. الآن أنتم بدأتم بعملكم بمجلس المحافظة، أريد خطط واقعية، يعني هذا اليوم نحن نحط الخطة بعد سنة سنتين أو بعد 6 أشهر المواطن يشعر بها، مو نضع خطط ونجيب شركات وهمية أو شركات متفق مع مجلس محافظة الأنبار وبعدين تروح كلها على الرشاوي والفساد الإداري والمالي اللي موجود داخل المحافظة، ويبقى هذا المواطن العراقي المسكين مهمش من كل شيء. أكيد هو يعني أكيد اليوم الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية وكل الحكومات المعنية الآن والمنتخبة في المحافظات أكيد هي اليوم في دور المدافع وأيضا في دور الاتهام، ولكن نحن في مجلس المحافظة ومنذ استلامنا لهذه المهمة يعني أكيد كنا نحن عايشين يعني معاناة المواطن، وأنا أتفق معك 100%. صار نحن 10 سنوات يعني كثير من القطاعات هي في تراجع ليس في تقدم، في تراجع. لكن سؤال مهم جدا أريد نتحدث به، يعني نحن دائما الحكومة البرلمان الحكومة البرلمان، أريد نعرف
الحكومات المحلية، يعني أنتم عندكم ميزانية خاصة بالمحافظة، ما تحتاج ترجع للحكومة الحكومة المركزية حتى أنت تقرر، أنت عندك ميزانيتك خاصة الخاصة بك. نشوف نهاية السنة مجلس محافظة المحافظات، أنا أتحدث في كل العراق، يقوم يعيد الميزانية المتبقي من الميزانية وين يعيدها للحكومة المركزية، ويبقى هذا المواطن العراقي في دوامة. يابا إلك ميزانية والميزانية من صرفت والميزانية رجعت للحكومة المركزية، إلى متى يبقى هذا؟ راح يتغير عمل مجلس محافظة المحافظة أو الحكومة المحلية حتى تقدم خدمة للمواطن العراقي؟ حتى لا نخص دور الحكومة المحلية السابقة في محافظة الأنبار، هي كانت أعتقد من المحافظات الأولى إذا مو هي الأولى على القدر نحن نتحدث في تنفيذ الموازنة. نتحدث بموضوع كلش مهم، نحن نريد أيضا أن نقول أن الحكومات المحلية قصرت في خدمة المواطن العراقي. نحن ما نقول الأنبار، لا، نحن نتحدث عن كل العراق، فنحتاج أيضا وقفة حقيقية من عضو مجلس المحافظة حتى يساعد هذا المواطن. والله العظيم لو تتكاتف الجهود في مجلس محافظة الأنبار أو بغداد أو البصرة أو الموصل أو ميسان، والله العظيم المواطن ما يحتاج لا للبرلمان ولا للحكومة المركزية. أكيد ستي، طبعا المشكلة لازم نجزئها. إحنا نتكلم الآن، أنا معني بالدرجة الأساسية محافظة الأنبار، يعني حدودي الإدارية وصلاحياتي وعملي محافظة الأنبار. حالاتنا اليوم هم محافظة الأنبار. أكيد أنا معك، ولكن بس إذا سمحتي لي بس أوضح بعض الأمور. تكلمتي على موضوع الموازنة وإرجاع الأموال إلى الحكومة المركزية، وهذا ظلم بحق المواطن. أي إحنا في محافظة الأنبار هذا الشيء ما عدل، يعني إحنا المحافظة الأولى في تنفيذ الموازنة هذه من جهة. من جهة أخرى التراكمات الموجودة من الحرب العراقية الثمانينات والحصار إلى أن الاحتلال والمطبات اللي دخلت بها محافظتنا خاصة، يعني عانت ما عانت، ولكن الإعمار في محافظة الأنبار قائم، الموازنة تمشي بصورة صحيحة ومشاريع موجودة. ولكن نتكلم بكل صراحة، هل المواطن هو مستوفي لكل، يعني ماخذ كل حقوقه؟ أنا أقول لك لا. أولا مثل ما قلنا إحنا البنى التحتية معدمة، المشاريع الآن اللي تنفذ هي أغلبها على سطح الأرض، أما في باطن الأرض اللي هي بنى التحتية حقيقة يعني ينفذ الشيء اليسير بسبب الأموال الكبيرة التي يعني تنفذ بها هكذا مشاريع. وهذا إحنا لأن إحنا في المحافظة لدينا جزئين من الموازنة، جزء يخص الحكومة المركزية كوزارات تنفذ مشاريعها، وقسم على تنمية الأقاليم والمنافذ الحدودية. في محافظة الأنبار لا يوجد نفط مثل ما موجود في البصرة، البصرة لديهم حوالي 4 تريليون بس من النفط والمنافذ الحدودية، أما إحنا في الأنبار لدينا على ضوء القانون الجديد قانون 21 لدينا نصف واردات المنافذ الحدودية اللي حوالي هي بالمئة 50 مليار إضافة إلى المبلغ المخصص للمحافظة. بشكل عام المبالغ الموجودة الآن في محافظة الأنبار هي ليس في مستوى الطموح، ليس بمستوى الطموح. اتكلمت نقطة مهمة أستاذ يحيى عن موضوع الحدود والمنافذ الحدودية اللي موجودة بالأنبار، يعني الآن أصبحت هذه المنافذ الحدودية عدد كبير من الإرهابيين وأيضا تنظيم القاعدة يدخل من هذه المنافذ الحدودية. أريد أعرف شنو دور المحافظة ومجلس المحافظة، ومثل ما تعرف أنه عدد من الشخصيات وشيوخ العشائر داخل هذه المحافظة يعني اختالتها قوى الشر والظلام، القوى الإرهابية اللي تقريبا يمكن سيطرت على المحافظة، والآن أصبح بالإعلام وأنت مثل ما شاهد أنه أصبحت محافظة الأنبار تصدر الإرهاب إلى باقي المحافظات، والوضع الأمني مثل ما تحدثنا وضع جدا سيء مو فقط بالأنبار لكن في كل العراق. نعم، قيادة قوات الحدود وقيادة الجزيرة هي من تتحمل مسؤولية الحفاظ على الحدود وعدم دخول أو خروج المتسللين. نعم أكو خروقات، هناك خروقات بسبب طول المسافة وقلة العدد والعدة، وهذا الكلام إحنا يعني أنا مسؤول على هذا الكلام. السيد قائد لواء المسؤول عن الحدود استضفناه في مجلس المحافظة وأعطى هذه المعلومات على أنه تنقص العدة والعدد في الحفاظ على خلينا نقول أمنية أو سلامة الحدود من عدم التسلل. نعم هناك خروقات، ولكن هذه الخروقات نحن بالتواصل مع قيادة العمليات ومع سيد المحافظ كهو رئيس لجنة الأمنية في المحافظة، احنا نطرح عليه هذه التشخيص، هذا التشخيص على انه فعلا هناك خروقات،
والأجهزة الأمنية حسب إمكانياتها وعلى ضوء إمكانياتها هي مؤدية عملها بالشكل اللي يعني تشوفها. أيضا أستاذ يحيى كانت مناشدات من محافظة الأنبار حول الاغتيالات الأخيرة اللي حدثت في هذه المحافظة، فنتمنى أن تكاتف الجهود الحكومة المركزية مع الحكومات المحلية لمساعدة هذا المواطن العراقي اللي ما يحلم بشيء، فقط أمن وخدمات. أكيد طبعا احنا اكيد نشاطر المواطن الانباري، اللي احنا جزء من المواطنين وعوائلنا واخواننا وعشائرنا هي متقنط هذه المحافظه. فعلا اليوم في محافظه الانبار هناك اضطراب امني، وهذا الاضطراب الامني قلنا احنا سببه اولا موضوع الوضع الاقليمي في سوريا، والمساله الثانيه حقيقه ايضا موضوع الحراك. الحراك اللي اصبح الان اكثر من سنه حوالي، نحن نعتقد نجاحنا ونجاح الحكومه المركزيه مصدره هو المواطن. استاذ يحيى ايضا اذا نتحدث عن موضوع مهم جدا هو الدعايات المبكره للانتخابات، ونحن نعرف انه 17 كيان سياسي سجل في مفوضيه الانتخابات. اريد من هذه الكتل الان اللي نشاهدها ما شاء الله انه تسعى للحصول على اعداد كبيره من اصوات هذا الناخب العراقي اللي شاهدناه في وضعيه جدا مأساوية مثل ما شاهدت، يعني انا ما جايبه من غير محافظه حتى لا نحكي، جايبين من محافظه الانبار. اريد نعرف هذه الكتل اللي موجوده 17 كتله راح تتوحد بالاخير لخدمه هذا المواطن. طبعا موضوع يعني العدد الكبير مثل ما تفضلتي 16 قائمه سجلت لحد الان، هاي مسألة طبيعية جدا. احنا بعد 2003 الانتخابات والمبدأ الديمقراطي انفتح المجال لكل من يعني يريد ان يدخل الى الانتخابات، يدخل يسجل، يروح اكو اجراءات المفوضية، يروح يسجل ويدخل وبعدين يدخل تنافس الانتخابي. هذا المبدأ، ماكو مشكلة بأعداد هذه. والمواطن العراقي استاد تعب من الوعود وايضا أشياء كثيرة، لكن بعد الانتخابات هذه الوجوه المبتسمة والوعود كله يذهب، ويبدأ عضو البرلمان يدور على مصالحه الشخصية وتحالفاته السياسية. خلينا نعود إلى موضوعنا المهم اللي هو العشوائيات، وأنت رئيس لجنة التخطيط، شنو استراتيجيتكم لهذه المحافظة؟ أكيد يعني نحن في مجلس المحافظة وفي لجنة بالتحديد، طبعا من واجبات مجلس المحافظة على ضوء القانون الجديد هو رسم السياسة العامة للمحافظة. أكيد نحن لدينا قطاعات، وهذه القطاعات جميعها تحتاج إلى العمل وإلى الإنضاج وإلى الرؤية الصحيحة من أجل البناء. تكلمت في بداية الحديث إلى متى نحن نبقى بالتخطيط، العبارة التي تقول يجب أن نعرف نحن أين نحن الآن وماذا نريد وكيف ندخل في المحافظة وندخل في قطاعات المحافظة وفي دوائر المحافظة إن شاء الله خلال هاي الأربع سنوات القادمة، وسنضع إن شاء الله خطة متكاملة، وذلك بالنهوض الشامل لكافة قطاعات المحافظة ومنها قطاع السكن الذي يعاني منه الكثير. نحن في محافظة الأنبار بعض الاستبيانات تقول نحتاج أكثر من 100,000 وحدة سكنية. من أستاذ يحيى تكون الأربع سنين القادمة هي بناء وإعمار واقتصاد، وأيضا يكون استثمار حقيقي لخدمة هذا المواطن العراقي اللي عول عليكم كثير وعنده أحلام نتمنى تتحقق بجهود مجلس المحافظة. خلينا نأخذ الحالة الثانية ونرجع لحديثنا. مصطفى أمه مصطفى يعاني من مرض بالرأس ماله، وحالته كلش تعبانة، وتعبنا من عنده، وإحنا حالتنا المادية كلش تعبانة، وأبوه مريض، أبوه عنده فقرات وعنده جلطة بالصدره، وتعبنا من عنده. يروح للمدرسة أخوي يوديه وأخوي يجيبه، وحالتنا ما تتمكن حتى نساعده نوديه للأطباء، ملينا يعني، نطلب من الله ومنكم المساعدة. طال عبود
صادق مصطفى وانا من الانبار، بس اتمنى اخويا يمشي، واريد اخويا يمشي مثل العالم، مو مثلي، اريد يمشي مثل العالم، بس انا اتمنى من الله اخويا يمشي. بيدي إلك أهديك رجلي لأنك تستحق، ما أقولش علي، من ألعب وأشوف بداخلك مجروح، حسيت الشلل مو بيك، لا بي، أتمنى أشوفك تلعب وفرحان وأفرح من تجب الروح والجي. يا رية حياتي خاف اظل مخنوق، يا قلبي وروحي وعيني والرية، لو يندار بي البيك اظن ارتاح، لو يندار بي البيك اظن ارتاح، ولو شي يصير اقول ان لجلك شوية، يا المعاشر حياته جرحك انت وياي، يا لعب الصبا وأحلام وردية، حرمت اللعب أرد ألعب أنا وياك، حرمت اللعب أرد ألعب أنا وياك، بدونك كل لعب فاقد معاني، أخوي أنت وحياتي والنبض والروح، لك أنذر سنين مية بالمية، لك أنذر سنين مية بالمية. شهدت ويانا استاذ يحيى مرض عوز تجاوز، نريد نتحدث عن اشياء كثيره تخدم هذا المواطن العراقي. نعم. اريد ايضا نلوم مجلس محافظه الانبار، لان المواطن هذا العراقي يعول عليه. صح. يعول عليكم. نعم اكيد نحن مع المواطن، اكيد نحن مع هذه الحالات الانسانيه التي حقيقه يعني استحق كل شيء، ولكن بالمقابل حتى لا نبخس دور الحكم المحلية ومجلس المحافظة الحالي والسابق، أنتم في الإعلام دائما تسلطون الأضواء على يعني الحالات، على حالات، وإنما نقدر نقول الحالات السلبية، وإنما بالمقابل هناك حالات إيجابية كثر. أستاذ يحيى، نحن برنامج طيبة أهلنا نسلط الضوء على الحالات الإنسانية. نعم. نحن نحتاج من المسؤول وأيضا عضو مجلس المحافظة في بغداد، في الأنبار، في ديالة. نعم. بالموصل، أنه يهتم بهذا المواطن. أكيد طبعا، لأن هو مسؤول مباشر عن المواطن. أكيد. الحكومة المحلية هي المسؤولة المباشر عن أبناء محافظتها. أكيد، لا أكيد طبعا، أنا يعني مو من باب التقليل صراحة، في حالات موجودة، حالات كثيرة، يعني عدد مو قليل، يعني إحنا ذاك عائلة وعشر عوائل أو مئة عائلة، هذه الأعداد هي ليس بالأعداد القليلة أو لا، أو أعداد لا، مو يعني معناها ما تستحق الاهتمام، عائلة واحدة، فرد واحد يستحق الاهتمام، ولكن هنالك يعني إمكانيات للمحافظة وهناك وضع عام للمحافظة. نحن في المحافظة يعني أقوى ما يؤثر على الأداء العام هو الوضع الأمني، وكذلك الفساد المستشري وعدم وجود مؤسسات تعمل حقيقة بصورة صحيحة. نعم. كل هذه العوامل حقيقة يعني تؤخر الهدف اللي نطمح له جميعا، ولكن يجب أن نتفائل، يجب أن نتفائل. اليوم نحن في مجلس المحافظة جادين لخدمة المواطن، وما وصلنا لهذا المكان إلا من أجل خدمة المواطن. سوف إن شاء الله نعمل على المرحلة القادمة إن شاء الله، نكرس العمل ليس فقط في بناء أو تبليط شارع مثلا أو إنشاء مدرسة أو مركز صحي، كلها مطلوبة، ولكن بناء الإنسان، رجوع الإنسان إلى يعني حتى يشعر أن الإنسان هو فعلا إنسان وإلى حقوق في هذا البلد، يجب أن نهتم في بناء الإنسان. هذا اليوم أريد أجردك عن عضو مجلس محافظة الأنبار وأيضا رئيس لجنة التخطيط في هذه المحافظة المهمة، وأيضا أريد أتحدث عن موضوع مهم جدا هذا اليوم في برنامجنا، هذا البرنامج اللي يتحدث عن المواطنة وعن التكافل الاجتماعي وعن مساعدة الفقراء والمحتاجين. نجد يقدر يتبرع هذا اليوم
عضو مجلس محافظة الأنبار للفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين في برنامج طيبة أهلنا من راتب شهر واحد لهذه. يعني أنتوا توزعون هذه يعني بعد ما نعطيكم الراتب أنتوا توزعوه؟ راتب لشهر واحد أو جزء من الراتب، يعني ما مشكلة، بس لازم نحن نعرف المبلغ اللي راح يتبرع به أستاذ يحيى غازي. أنتوا توزعوه؟ نعم. زين. يعني زين تعرفون لازم تعرفون ايش قد الراتب اولا. راتب 6 ملايين. لا هو 6 5 ملايين. لا راتبي 3 ملايين يعني باستقطاعات. فهذا اليوم نقول تبرع الاستاذ. خلنا نكملش قبل ما اتبرع بس يعني اصلا هذا الراتب يعني جزء من عنده كبير انا متبرع به. انا اريد نتحدث ايش قد يقدر يتبرع البرنامج طيبة اهلنا للفقراء والمحتاجين من خلال هذا اليوم، ايش قد يقدر يتبرع؟ مليون، مليونين، ثلاثه، اربعه. فالسيد خلاص طلع لكم مليون. هذا اليوم استاذ يحيى غازي تبرع بمبلغ مليون دينار للفقراء والمحتاجين من خلال برنامج طيبة أهلنا. شكرا جزيلا لك استاذ يحيى. وايضا هدف البرنامج هو فقط التكافل الاجتماعي اللي يحقق هدفه. نحن نحتاج من كل النواب وايضا البرلمانيين واعضاء مجلس المحافظه والميسورين الحال انه يحضرون هنا وايضا يتبرعون ولو جزء قليل من راتبهم او راتبهم حتى نساعد عدد كبير من الفقراء والمحتاجين. نحتاج تكاتف الجهود هذا اليوم حتى نتعاون بيناتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ. ومثل ما عودتكم برنامج طيبة أهلنا يساعد الفقراء والمحتاجين، هذا اليوم حضرت إلى الاستوديو السيدة سميرة. أهلا وسهلا بيك في برنامجنا طيبة أهلنا وفي استوديو البرنامج. أريد أعرف شنو ظروفك؟ إحنا ظروفنا أنا زوجي مريض عنده تدر حاد وابني عنده سرطان بالدم. هذا الطفل؟ أي هذا الطفل. وهاي البارحة الكيمياء وقع علي إيده يعطونا جرعة وصارت إيده هيك وصار له سنة هو. واحنا على الله وعليك وهي هذا ان شاء الله طيبة اهلنا انت من قد طيبتك مثلين هذا عليك الله يخليك. البرنامج انت شنو جايبه اوراق ويا شنو هذه الاوراق؟ هاي تقارير كلها موجوده. تريدين تعالج يطلع اي علاج اريد توفر له حتى هنا اكو علاج بس ما عندنا يعني امكانيه نشتري له. هذه دعوة إلى كل المسؤولين، إلى كل البرلمانيين، إلى كل رجال الأعمال. نحتاج إلى التكافل الاجتماعي ومساعدة الناس المحتاجة. والله العظيم ما نحلم بشيء، فقط نحلم أن نساعدون هذه الناس المحتاجة الفقيرة اللي تعول عليكم كثير. نتمنى تحضرون طيبة أهلنا وتتبرعون لأهلنا الطيبين أمثال هذا الطفل وسميرة. ان شاء الله ان شاء الله اخ سميرة نساعدك وان شاء الله يسمعون صوتك كل الناس الطيبين والخيرين ويساعدوك. انت شايفه ما تقصرين وتفرحين الكبير والصغير. الله يخليك حبيبتي. هذا مبلغ من المال حتى يتعالج به ابنك وان شاء الله ايضا اوراقه ناخذها نرسلها الى المنظمه في نيويورك ان شاء الله يحصل منحه العلاج في دول من الدول اللي توافق على تعالجوا ان شاء الله. رحم الله والدي ستيفا والله يوفقك. ايضا هذا اليوم حضرت الى الاستديو المواطنه عائده. اكيد برنامج طيبة اهلنا يساعد كل الفقراء والمحتاجين. اتصلوا بنا على التليفون الموجود اسفل الشاشه. اهلا وسهلا بيك عائده. اهلا وسهلا. اريد اعرف شنو ظروفك؟ والله انا ظروفي كلش تعبانه وقلت لك انا مطلقه وقاعده ساكنه ويا والدتي يعني بغرفه واحده بعمارها هي بس ماجرين غرفه واحده فما يعني حالتنا كلش تعبانه. هذا مبلغ من المال. اريد اعرف عندكم راتب؟ لا والله مع الرعايه الاجتماعيه؟ لا ما عندنا. ما عندنا الا لا ما مقدمين اي راتب. اتمنى ان تقدمون راتب الرعايه الاجتماعيه حتى يعيلكم ويساعدكم هذا الراتب. هاي معونه ماليه من برنامج طيبة اهلنا. شكرا لنا رحمه الله والديكم على هذا التقديم. شكرا لكم. مشاهدينا اتصلوا بنا على التليفون الموجود اسفل الشاشه واكيد راح نساعد كل العوائل العراقيه اللي تحتاج للمساعده والمعونه الماليه. هذا اليوم السيدة فضيلة اتصلت بينا وأيضا حضرت إلى مبنى استديو قناة الرشيد. أهلا وسهلا بك فضيلة.
اريد اعرف شنو معاناتك. تعبانه وحيل، عندي بنات اثنين برقبتي، وحده صغيره عاف ابوها عمرها 4 أشهر توفى ابوها. وين وين قاعدين؟ ببغداد. اي ببغداد. اي منطقه؟ بالشعب. هذا مبلغ من المال إليك حبيبتي، رحمه الله، وان شاء الله نساعدك ونساعد كل العوائل الفقيره المحتاجه. حبيبتي الله يخليك الي. والله عيل تعبانه. عندكم راتب؟ انا بعائله اجتماعيه. ما عندي بالعلوة. قدمتي؟ ما قدمت، ما اعرف، لا اعرف اقرا ولا اعرف اكتب ولا اروح ولا اجي. هاي ناس يساعدوني مثلك وغيرك. ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى انه تراجعين وزارة الرعايه الاجتماعيه حتى يساعدوك بهذا الموضوع. الله يوديك حبيبتي ان شاء الله بوجودك. الله يخليك حبيبتي. أيوة. تسلمين تسلمين. شكرا جزيلا. اليوم حضر الاستديو السيد سالم. السيد سالم رجل عراقي فقير وايضا مريض يحتاج العونة والمساعدة. راح دق عدد كبير من النواب والبرلمانيين والمسؤولين واعضاء مجلس المحافظة حتى يساعدوه، لكن ما راح نحكي له، هو راح يتحدث. والله انا رحت لحد عدة اعضاء من مجلس النواب، وحتى عندي هسه طلب من مجلس المحافظة. يعني أنا أريد فلوس علاج إلي، يعني ما لي علاج، علاجي بس يوم الله، وعملية بالخارج، لأن يعني أنا عندي حجز بضعتين. بعض الأحيان أفز بالليل أقوم أبكي أقوم أشقق بيت أمي، حتى بجسمي أشيلوها أراويج جسمي هسه مشخبط من الأظافر مالتي. زين النواب ذولا إحنا لما انتخبناهم غير يساعدونا، ليش هيجي؟ ليش؟ ان شاء الله يسمع الصوت. ليش؟ انا اوبرا حصلها فلوس ضربه اوبرا ما عندي، منين اجيب؟ يقبلوني بهالشيبتي انا اوقف بالشارع اجدي يقبل اميرهم؟ صدقين انا الطحين مال هذا الشهر بعد ما مسلماني بعده وجيت بيك كربلاء هنا يقبلون؟ ان شاء الله يسمعون صوتك. ان شاء الله يسمعون صوتك. واني من خلال برنامج طيبه عنا، والله برنامج محترم، والله يخليكم ان شاء الله جميعا بالفضائيه مال الرشيد. من خلالكم اقول اناشد الناس الطيبه، الناس اللي يدورون اجر يدورون ثواب، يساعدون الناس الفقراء مثلي. انا يعني ما احكي بس على نفسي، اللي الي وللغيري. ليش؟ وين نروح؟ لا مو عراقيين، خلي يقولون يا بنتو مو عراقيين، يلا على حدود روح ولي. ليش؟ ان شاء الله يساعدوك، ان شاء الله يسمعون صوتك الناس الطيبين والخيرين، ان شاء الله يساعدوك عمو ودموعك غاليه وعزيزه علينا. الله كريم، الله موجود. وانا اقولهم للنواب، اقولهم اللي يحط عينه بعين الله ما يخسر ابد، والله ما يخسر. لا والله ان شاء الله يسمعون صوتك، ان شاء الله يسمعون صوتك ويساعدوك. اتمنى من كل الناس والمسؤولين والطيبين والخيرين انه يساعدون هذا الرجل الطيب، الرجل الكبير، اعتبروه ابوكم، اعتبروه انسان عراقي يحتاج المساعده، واكيد قلبنا يتحمل هوايه. فاتمنى اتمنى انه تشاهدوه وتساعدوه. وساعدناه السيد سالم في حلقة من حلقات طيبة أهلنا بمبلغ مالي، لكن هذا المبلغ المالي وين راح؟ راح للعلاج، والآن ما بقى عنده حتى حق الأبرة اللي يضربها. هذا اليوم نحتاج وقفة الطيبين والخيرين والمسؤولين حتى يساعدون هذا الرجل الكبير الطيب. أتمنى يسمعون صوتك. الله يسلمك يا أبو، الله يحفظك ويحفظ قناتكم إن شاء الله. وهم كرر رجائي للمسؤولين يساعدوني، أنا مريض وين أروح؟ يعني فهموني وين أروح؟ يلا يعني لا ساعة من الساعات ما اشتميت وأنا متت، عندي بنات اثنين يتيهم بالشارع. ليش؟ إن شاء الله يساعدوا، إن شاء الله يساعدوا، إن شاء الله. هذا مبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله أيضا الخيرين يسمعون صوتك ويساعدوك. نحن هذا اليوم نعول على كل الناس الطيبين انه يقفون وياك ويا كل الناس الفقراء والمحتاجين
نتمنى أنه تسمعون صوت الرجل الكبير الطيب سالم. ما طالب شيء منكم، والله ما طالب شيء منكم، مبلغ صغير ومساعدة له. إن شاء الله يسمعون صوت. وانت البارح انطيتيني أمل ولا لبع الله. إن شاء الله يساعدك. ممنون يا أبا، جزاكم الله ألف خير. أعزائي المشاهدين، تواصلوا معنا من أجل تقديم العون لجميع المرضى والمحتاجين، وابعثوا حالاتكم وتقاريركم الطبية على إيميل البرنامج حتى تأخذ حقها من الاهتمال، ونحقق لأصحابها أمنياتهم للعلاج في أفضل مستشفيات العالم أو تقديم المعونة المالية للمحتاجين منهم. فتواصلوا معنا، ونود هنا أن نعلن أن المرضى اللي ظهرت أسمائهم للعلاج في أفضل مستشفيات العالم هذا اليوم هم سالم أخضير أبو عبد الله من محافظة بغداد، سيتم علاجه في أمريكا. نضال محسن هاني من محافظة الديوانية، سيتم علاجها في أمريكا. زهراء علي كريم من محافظة البصرة، سيتم علاجها في كندا. محمد محمود عبد العلواني من محافظة الأنبار، سيتم علاجه في أمريكا. عبد الله سمير المحمدي من محافظة الأنبار، سيتم علاجه في كندا. أياد عماد حسين من محافظة الموصل، سيتم علاجه في كندا. حليمة سفيان المحمدي من محافظة صلاح الدين، سيتم علاجها في ألمانيا. وسام هيثم عباس من محافظة بابل، سيتم علاجه في كندا. الطفلة ضحى عبد الوهاب محمد من محافظة بغداد، سيتم علاجها في ألمانيا. ناصر محمد الخفاجي من محافظة الناصرية، سيتم علاجه في ألمانيا. نرجو من جميع المرضى اللي ظهرت أسمائهم في حلقة اليوم أن يأتون للإستديو لاستلام مبلغ السفر وأوراق العلاج والسفر، وبإمكان من لا يستطيع الحضور إرسال أي شخص مخول لاستلام المبلغ اللي هو 10,000 وأوراق السفر. أعزائي المشاهدين، حكايتنا هذا اليوم هي عن ملك كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك في يوم القيامة برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطريق، فأصدر هذا الملك مرسوم يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشارين الملك قال للملك: عليك أن تعمل قطعة صغيرة تحت قدميك. فاقتنع الملك برأي المستشار، فكانت هذه بداية صناعة الأحذية. أعزائي المشاهدين، الحكمة من هاي الحكاية هي إذا ردت تعيش سعيد بالعالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعمل لتغيير نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم كله. في الختام نقول لكم: الحياة تستمر ومعها الأمل، لن نتخلى عن هدفنا في إسعاد الجميع، وسنظل مع الفقير والمحتاج لتحقيق الغاية الإنسانية. فإلى حكاية وجع جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني، إلى اللقاء. مثل طيبة أهل زمانك وبالكون، إذا سايل أمور ينطون على عيون. مثل طيبة أهل زمانك وبالكون، إذا سايل أمور ينطون على عيون. تمسح كل